السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ اللون معاكم مستر أحمد خلف. النهارده هنتكلم عن درس من دروس التاريخ، نتكلم عن عصر الدولة الوسطى. عصر الدولة الوسطى بيطلق عليه عصر الرخاء الاقتصادي. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن عصر الاضمحلال الأول، وعرفنا كيف انتهى عصر الاضمحلال الأول بظهور أسرة في مدينة إهناسيا استطاعت إن هي تطرد الغزاة الآسيويين من البلاد، وتأسس الأسرتين التاسعة والعشرة لغاية ما ظهرت أسرة في مدينة طيبة، وقدر حكام مدينة طيبة إن هم ينهوا على الأسرة الحداشر والعشرة والتاسعة والعشرة، وينهوا عصر الاضمحلال الثاني، وبيبدأ عصر جديد هو عصر الدولة الوسطى. عصر الدولة الوسطى بيشمل الأسرات من 11 ل 12، بيطلق عليه عصر الرخاء الاقتصادي. زي كده عصر الدولة القديمة بيسموه عصر بناة الأهرام، لكن عصر الدولة الوسطى بيسموه عصر الرخاء الاقتصادي. ليه؟ بسبب اهتمام ملوك الدولة الوسطى باستثمار موارد مصر الطبيعية للنهوض بالبلاد. عملوا ايه؟ لذلك أقاموا العديد من المشروعات التي نهضت بالبلاد نهضة شاملة. يبقى السؤال هنا، بما تفسر يطلق على عصر الدولة الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي؟ هقول لأن ملوك الدولة الوسطى اهتموا بإقامة العديد من المشروعات التي نهضت بالبلاد نهضة شاملة في مختلف العلوم، في مختلف المجالات، مثل الزراعة والصناعة والتجارة، كذلك أيضا تشغيل المناجم والمحاجم، وتقدمت الفنون والعمارة والآداب، وتم حفر قناة سيزوستريس. هنيجي نتكلم بعد كده عن اهم ملوك الدولة الوسطى. طبعا ملوك كتير، لكن احنا هناخد اهمهم، الناس اللي كان ليهم مكانة مهمة وعملوا حاجات مهمة. اول واحد الملك ابن محات الاول. الملك ابن محات الاول، ابن محات الاول كان وزيرا لاخر ملوك الاسرة الحادية عشر، كان وزير لاخر ملوك الاسرة الحداشر، ولما مات الملك دون وريث اعلن نفسه ملكا على مصر حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، واصبح بذلك اول ملوك الاسرة الثانية عشر. تمام؟ يبقى ابن محايد كان وزير لاخر ملوك الاسرة الحداشر، لما مات اعلن نفسه ملك على مصر واصبح اول ملوك الاسرة الثانية عشر. طيب ايه اهم اعمال الملك ابن محايد الاول؟ ابن محايد الاول اخضع حكام الاقاليم لسيطرته، وعمل على حفظ العلاقات الودية معهم، ولم يسلبهم سلطانهم مقابل الولاء والطاعة. الراجل ده حط حكام الاقاليم تحت سيطرته، لان عارف ان حكام الاقاليم مهمين جدا ودايما كانوا بينفردوا بحكم مصر، فحرص ان هو كمان يحتفظ معهم بعلاقات ودية، لم يسلبهم سلطانهم مقابل الولاء والطاعة. انا هسيبكم تحكموا الاقاليم وانتوا بتحكموا بالنيابة عني مقابل الولاء والطاعة. اتنين، نقل العاصمة من مدينة طيبة إلى مدينة أفتاوي. العاصمة كانت مدينة طيبة في عصر الدولة الوسطى، لكن جاء ابن محات نقل العاصمة إلى مدينة أفتاوي، ومعناها القابضة على الأرضين الشمال والجنوب، وهي تقع جنوب مدينة منف بمحافظة الجيزة. طيب هو ليه اختار مدينة أفتاوي؟ ليضمن سيطرته على جميع أنحاء البلاد، وإن موقعها موقع متوسط بين الوجه البحري والوجه القبلي. تلاتة، أمن حدود البلاد ضد غارات الآسيويين والليبيين على أطراف الدلتا الشرقية والغربية. تمام؟ أربعة، أسس أسوار ابن محات المبجل ببلاد النوبة. أسوار الملك ابن محات المبجل ببلاد النوبة. يبقى ابن محات الأول أخضع حكام الأقاليم لسيطرته. اتنين، نقل العاصمة من مدينة طيبة إلى مدينة أفتاوي. أمن حدود البلاد ضد غارات الآسيويين والليبيين. أسس أسوار الملك ابن محات المبجل ببلاد النوبة. بيجي بعد كده ملك تاني اسمه الملك سوناسيرت الثالث. سوناسيرت الثالث أحد ملوك الأسرة الثانية عشر، وأشهر ملوك الدولة الوسطى. سوناسيرت الثالث اتعرف بشخصيته القوية وحكمه العادل، وكذلك أيضا اهتمامه بالتجارة الخارجية. كان ليه شخصية قوية جدا، كان بيحكم بالعدل، كذلك أيضا اهتم بالتجارة الخارجية. طب إيه أهم أعماله؟ حفر قناة سيزوستريس. حفر قناة
سيزوس تريس التي أصبحت أقدم طريق مائي يصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل زي ما موجود في الرسمة اللي قدامنا. تمام، بيربط البحر الأحمر بنهر النيل ومنه كمان يقدر ان هو يوصل للبحر المتوسط، وده أدى إلى زيادة النشاط التجاري مع كل من فلسطين وسوريا وجزر البحر المتوسط اللي هي كريت وكوبروس وبلاد بونت اللي هي الصومال. تمام، يبقى السؤال هنا ما النتائج المترتبة على حفر قناة سيزوس تريس؟ هقول له زيادة النشاط التجاري مع دول فلسطين وسوريا وجزر البحر المتوسط وبلاد بونت، لكن لما يجي يقول لي بما تفسر حفر قناة سيزوس تريس اقول له عشان يصل البحر الاحمر بنهر النيل. تمام، ومنه يبقى البحر المتوسط. 2، امن حدود مصر الجنوبية. طبعا حدود مصر الجنوبية تمام بتبقى هناك في بلاد النوبة، ودايما كان في خطر شديد بيجي من هناك، فالملك امن حدود مصر الجنوبية فبنى قلعتي سمنة وقمنة، بنى قلعتي سمنة وقمنة وراء الجندل الثاني تمام على حدود مصر الجنوبية، عشان كانت منطقة النوبة فعلا بمثابة بعد استراتيجي لمصر من ناحية الجنوب، وكان دايما الحتة دي بيجي منها خطر كبير. يبقى اهم اعمال ثلاثيه الثالث حفر قناه سيزوس تريس، 2 امن حدود مصر الجنوبيه، بنى قلعتي سمنه وقمنه. كمان ثلاثيه كان بيحب دايما الحمايه عن الوطن، وكان بيقول ان ده واجب مقدس، وكان ليه لوحه شهيره كان بيناشد فيها خلفائه بالمحافظه على تلك الحدود قائلا ان من يحافظ من ابنائي على هذه الحدود التي اقمتها فانه ابني وولدي، اما الذي يهملها ولا يحارب من اجلها فليس بابني ولم يولد مني. ده دليل طبعا ان الملك سوناسرت كان دايما بيحب يحافظ على حدود بلاده، وكان بيعتبر ده واجب مقدس. بنيجي بعد كده للملك اللي بعده، الملك امنمحات الثالث. امنمحات الثالث الملك ده احد ملوك الاسرة الثانية عشر العظام. الملك ده مهم جدا، ليه؟ لان اعماله كانت بتدل عليه. طب ايه اهم اعماله؟ امنمحات الثالث حرص على النهوض بالبلاد نهضة شاملة، فاهتم الملك امنمحات الثالث بالزراعة. عمل ايه؟ اهتم بشؤون الري، فاقام سد اللاهون بالفيوم. يبقى اول حاجة عملها اقام سد اللاهون في مدينة الفيوم لتنظيم شؤون الري والتوسع في الزراعة. 2 اقام مقياسا على النيل عند الجندل الثاني. اقام مقياس على النيل عند الجندل الثاني، وكلمة مقياس ده عشان يحدد المساحة المزروعة ويقدر يقدر الضرائب. الضرايب زمان كانت بتتقدر على مساحة الأرض المزروعة، فالمقياس ده كان بيقيس الأراضي الزراعية ويشوف مساحتها قد إيه ويقدر بعد كده إن هو يقدر الضرايب. 3 بنى هرم هوارة في مدينة الفيوم. بنى هرم هوارة بمدينة الفيوم. 4 أنشأ قصر التي أو معبد اللابرنت الضخم. أنشأ قصر التي أو معبد اللابرنت الضخم، وسموه قصر التي لأن كان متعدد الحجرات، وكان الحجرات كلها شبه بعض، وكان يصعب على الزائر الخروج بمفرده. تمام؟ دي أهم أعمال الملك امنمحات الثالث. بعد الملك امنمحات الثالث تمام أو مع نهاية الأسرة الـ 12 بدأ عصر الدولة الوسطى او عصر الرخاء الاقتصادي في الضعف. فيجي هنا سؤال يقول لي بما تفسر سقوط ونهاية الدولة الوسطى؟ هقول له بسبب تولي ملوك ضعاف بعد الملك امنمحات الثالث. تولى ملوك ضعاف بعد الملك امنمحات الثالث. 2 الصراع بين حكام الاقاليم انفسهم من ناحية وبين القصر الفرعوني من ناحية اخرى. حكام الاقاليم كانوا بيتصارعوا بينهم وبين بعض تمام على حكم مصر، وكان في ايضا بينهم صراع بين ابناء القصر الفرعوني من ناحيه اخرى. 3 وقوع البلاد فريسه للاطماع الخارجيه اللي هم الهكسوس. جم جماعه اسمهم الهكسوس قدروا ان هم يحتلوا مصر. يبقى بما تفسر سقوط ولايه الدوله الوسطى ملوك ضعاف بعد الملك امنمحات الثالث؟
في صراع بين حكام الاقاليم انفسهم من ناحيه ومن ابناء القصر الفرعوني. ثلاثة، وقوع البلاد فريسة للأطماع الخارجية اللي هم الهكسوس. تمام؟ طيب، ما المقصود بكلمة غزو؟ أصل مصر تعرضت لغزو من قبل الهكسوس. كلمة غزو هو السير إلى قتال الآخرين وسلب ديارهم وأراضيهم. إن أنا بجيلك عشان أحاربك وأخد ديارك وأراضيك. يبقى الغزو هو السير إلى قتال الآخرين وسلب ديارهم وأراضيهم. طيب، مين هم الهكسوس؟ الهكسوس قبائل بدوية جاءت من قارة آسيا عن طريق فلسطين، والمصريين القدماء أطلقوا عليهم اسم الملوك الرعاة لأنهم احتلوا البلاد دون وجه حق. يبقى ليه سموهم الملوك الرعاة؟ لأنهم احتلوا البلاد دون وجه حق. يبقى الهكسوس قبائل بدوية جاءت من آسيا عن طريق فلسطين، المصريين سموهم اسم الملوك الرعاة لأنهم احتلوا البلاد دون وجه حق. احتل الهكسوس البلاد وسيطروا على منطقة الدلتا وأقاموا عاصمة لهم هناك كانت اسمها مدينة أواريس. الهكسوس بنوا مدينة جديدة سموها مدينة أواريس اللي هي مكانها دلوقتي مدينة صنع الحجر بمحافظة الشرقية. ثم بعد كده تقدموا قوتهم جنوبا واستولوا على مدينة منف وأقاليم مصر الوسطى، وقاموا بعمليات نهب وتخريب كبيرة، ولم يبقى من مصر سوى جزء يحكمه بس أمراء طيبة. يعني الهكسوس بعد ما دخلوا مصر تقدموا واحدة واحدة في البلاد وسيطروا عليها، وما بقاش إلا جزء صغير من مصر كان بيحكموا أمراء طيبة، وبنوا عاصمة جديدة لمصر هي مدينة أواريس. تمام؟ اللي هي موجودة في محافظة الشرقية. طيب، دلوقتي أنا عايز أعرف أو لازم أسأل سؤال مهم جدا، هم ليه الهكسوس قدروا إن هم يحتلوا مصر كده بكل سهولة؟ هو ما كانش فيه مقاومة؟ فيجي هنا السؤال يقول لي بما تفسر نجاح الهكسوس في احتلال مصر؟ أقول له رقم واحد، بسبب ضعف أحوال البلاد وانتشار الفوضى والاضطرابات. اثنين، تفرق الحكام وتنازعهم على الحكم، كمان الحكام كان في دايما بينهم صراعات. ثلاثة، كثرة عدد الهكسوس وتفوقهم الحربي، استخدامهم سلاح جديد كان اسمه العجلات الحربية، والسلاح ده المصريين ما كانوش لسه يعرفوه. يبقى دي الهكسوس قدروا ان هم يحتلوا مصر بكل سهوله بسبب انتشار الفوضى وضعف البلاد، تفرق الحكام وتنازعهم على الحكم، كثره عدد الهكسوس وتفوقهم الحربي من خلال استخدامهم سلاح العجلات الحربيه. دلوقتي الهكسوس دول اغراب عن البلاد، تمام؟ بديهي ان المصريين هيحبوهم ولا يكرهوهم؟ طبعا المصريين كرهوا الهكسوس. مش كده وبس، لا، ده الهكسوس كمان عملوا حاجات وحشة للمصريين خلت المصريين يكرهوهم اكتر. طيب، بما تفسر كره المصريين للهكسوس؟ رقم واحد، لانهم اساءوا معاملة المصريين وفرضوا عليهم الضرائب. خد بالك، المصريين دول اصحاب الارض وهم مهما كان غرب عن البلاد، فاساءوا معاملة المصريين وفرضوا عليهم ضرائب. اتنين، قاموا بنهب الممتلكات وتخريب المعابد. ما بينهبوا اي ممتلكات قدامه ويخشوا يخربوا المعابد ويكسروا الاثار ويبهدلوا الدنيا. ثلاثة، سيطروا على البلاد عن طريق بناء القلاع والحصون وتوزيع قوتهم الحربية. تمام؟ عشان المصريين يمنعوهم من اي، عشان لو في ثورة المصريين يقوموا بيها يمنعوهم من القيام بثورات ضدهم. تمام؟ طيب، كمان الهكسوس حاولوا ان هم يتأثروا بالحضارة المصرية. ازاي تأثروا بالحضارة المصرية؟ رقم واحد، تلقبوا بألقاب مصرية اللي هي ألقاب الفراعنة، لبسوا ملابس المصريين القدماء وتحدثوا بلغة المصريين. حاولوا يقنعوا المصريين ان هم زينا زيكم. طب نعمل ايه؟ تلقبوا ألقاب مصرية، لبسوا ملابس المصريين، تحدثوا باللغة المصرية. لكن طبعا المصريين ما خدوش من الكلام ده، ولا ان هم عارفين ان هم محتلين للبلاد ومعتصمين البلاد. ومن هنا جه دور المصريين
ان هم يقفوا وقفه كويسه ويحاولوا ان هم يطردوا الغزاة المعتدين من البلاد. وهنا الدور جه على مين؟ جه على امراء مدينه طيبه. تمام؟ بدا امراء مدينه طيبه ينظموا نفسهم ويقرروا قياده الكفاح ضد الهكسوس. وتولى زعيمهم ثقل دراع امير مدينه طيبه المرحله الاولى من حرب التحرير ضد الهكسوس، لكنه سقط شهيدا، فكان اول حاكم مصري يسقط شهيدا في سبيل تحرير وطنه. يبقى اول واحد كان ثقل دراع، الراجل ده قاد المرحله الاولى من حرب التحرير لكنه استشهد ومات. جاء بعد ثقل دراع ابنه الاكبر كاموس، هو ابن ثقل دراع واستكمل ايضا المرحله الاولى من حرب التحرير لكنه ايضا سقط شهيد. طيب هيجي الدور على مين؟ هيجي الدور على احمس ابن ثقل دراع واخو كاموس في قياده الكفاح ضد الهكسوس. احمس لقى ان ابوه توفى واستشهد واخوه ايضا في الكفاح ضد الهكسوس، فبدا احمس يعيد ترتيب جيشه مره اخرى واعد جيشا قويا ودربه على فنون الحرب والقتال. مش كده وبس، احمس كمان لقى ان هو لازم يستخدم سلاح العجلات الحربيه اللي هي عربيات تجرها الخيول عشان يقدر يحقق النصر على الهكسوس. ثم بعد كده حاصر الهكسوس وحاصر العاصمة بتاعتهم وهزمهم شر هزيمة، وقدر ان هو يطردهم خارج البلاد وعاد الى وطنه منتصرا. يبقى احمس هو الذي استطاع طرد الهكسوس الغزاة من مصر وايه وطردهم شر هزيمة. كان في دور مهم جدا للملكة اياح حطب في حرب التحرير. الملكة اياح حطب هي زوجة الملك ثقل دراع وام الملك احمس. الملكة دي لم تستسلم لليأس رغم انها فقدت زوجها وابنها الاكبر في معركة التحرير، الا انها شجعت ابنها الثاني احمس لقيادة شعبه في معركة الكرامة والحرية لتحرير البلاد من الغزو الاجنبي. ما خافتش على ابنها، بل بالعكس شجعته ان هو لازم يطرد الغزاة من البلاد، وكان ليها دور مهم جدا كأم وكزوجة مصرية.